Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Every verse in Al-Quran is precious and important, but sometimes we get verses that have so much importance attached to them by Allah subhanahu wa ta'ala himself. The last two ayahs of Surah Baqarah, also known as Aman al-Rasul, are two of the most important verses of the Quran, and we get plenty of benefits if recited. Now let us recite the verses. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.